بسم الله، اهلا بكم يا شباب. الفيديو ده هنتكلم عن انواع السيارات الكهربائيه. في عندي ثلاث تصنيفات او ثلاث انواع مختلفه. في عندي السيارات الكهربائيه الهجينه، تمام، عباره عن محرك احتراق داخلي السياره العاديه مع خزان الوقود، وفي سيكشن خاص بمحرك الكهربي مع البطاريات. طبعا الاثنين بيبقوا مربوطين ب النظام الخاص بحركة السيارة. النوع ده ما فيهوش وصلة شاحن او ما فيهوش مقبس او مدخل للشحن. النوع الثاني هو عبارة عن سيارة كهربية هجينة فيها مدخل لشحن البطاريات الخاصة بالجزء الكهربي. البطاريات دي بتبقى ريتشارجبل باتري، تمام، يبقى هو عبارة عن محرك كهربي وبطاريات زي دي بالظبط. وفي عندي السكشن الخاص بمحرك الاحتراق الداخلي وخزان الوقود، بس دي فيها مقبس لإعادة شحن البطاريات. النوع الثالث اللي هو سيارات كهربية ببطاريات فقط، سيارات كهربية بتشتغل كهرباء كاملة ببطاريات بس، هي عبارة عن بنك بطاريات واصل في الموتور الكهربي، والموتور الكهربي واصل على، تمام، الجزء المتحرك او عجلات الحركة. بيتم شحن هذه البطاريات من خلال شاحن، تمام. هنشوف لو كان الشاحن ده بيبقى شاحن داخلي وده مجرد سلك بيصل للبلاج، او الشاحن بيبقى خارجي وبشحن دي سي. ده ببساطة انواع السيارات الكهربية. يبقى السيارات كهربية وزوت بلاج، سيارات كهربية ويز بلاج اللي هي الهجينه ويز بلاج، وبعد كده في عندي السيارات الكهربيه اللي هي ببطاريات او الباتري الكتريكال فيكل. طبعا الانواع المختلفه للسيارات، في سيارات الوقود اللي احنا بنسميها محركات الاحتراق الداخلي، او سيارات بتسمى باسم المحرك بنسميها سيارات الاحتراق الداخلي، او سيارات ذات او تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي. النوع الثاني اللي احنا بنتكلم عنه الرئيسي بتاعنا اللي هو السيارات الكهربيه، يبقى سيارات كهربية هينة تشتغل بمحركين، ممكن تشتغل بمحرك احتراق داخلي ومحرك كهربي. يبقى السيارات الكهربية الهينة فيها محرك احتراق داخلي اللي هو العادي بتاعنا والمحرك الكهربي. بعد كده في عندك سيارات كهربية ببطاريات بس اللي هي باتري الكتريك فيكلز، اللي هي سيارات كهربية ببطاريات دي بتشتغل بمحرك كهربي فقط، تشتغل بمحرك كهربي فقط، ودي اللي احنا ان شاء الله هنبدأ نتكلم عنها بالتفصيل. في طبعا نوع من السيارات بيشتغل بالفيول سيل او بالخلايا الهيدروجينية. يبقى الفيديو ده اتكلمنا فيه عن انواع السيارات بصفة عامة، وبعد كده خدنا انواع السيارات الكهربية اللي هي السيارات الكهربية الهجينة، السيارات الكهربية الهجينة بقابس او بمدخل، وسيارات كهربية ببطاريات. واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.